تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة المالية اليوم في اجتماع اليوم على الآتي: إذا قامت الحكومة في الجلسة القادمة وقدمت التزاما ملزما بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية للكويتيات المطلقات والأرامل، وعملت على تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار وإلغاء الفوائد الفاحشة التي يتم أخذها على الاستبدال، إذا تقدمت الحكومة بهذه الأمور سنقوم في يوم الجلسة وفور تقديمها بسحب تقرير شراء القروض.